مرحبا بكم مرة تانية. ودلوقتي أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة ومراسلتنا العزيزة جدا روزان ناصر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بالمناسبة بيقولوا إن إحنا شبه بعض، شوف أنت رأيك إيه في الموضوع ده؟ أنا وروزان. أنت وروزان افتكرت أنا وأنت اللي شبه بعض، مش هتبقى حلوة ليكي دي، هتبقى خبر حزين. أكيد لا. صباح الخير روزان، اتفضلي سامعيني. اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. النهاردة أنا متواجدة في الفرع الرئيسي للنادي الأهلي. خليني أبدأ معاكم بالأجواء هنا بالفرع الرئيسي للنادي الأهلي. درجة الحرارة النهاردة عالية شوية، ولكن في أماكن هنا في النادي الأجواء فيها طبعا كويسة جدا. كمان متواجد عدد كبير من الأعضاء كبار السن بيتناولوا الفطار بتاعهم مع عدد من الأطفال كمان، واللي منهم يعني بيتدربوا سباحة ومتواجدين من بدري. كمان في سيولة مرورية تم خارج النادي الأهلي، أي حد عايز يكون متواجد يعني مش هيلاقي أي زحمة وهو جاي في الطريق. نروح بقى لأخبار فرقنا، وهنبدأ أكيد بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا بعد مباراة أمس مع طلائع الجيش يستأنف الفريق تدريباته تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني مدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. اليوم التجمع الساعة 4 والتدريب الساعة 5 استعدادا طبعا لمباريات الدوري الممتاز المتبقية، واللي هم 3 مباريات: أمام المصري يوم 20 أغسطس في استاد اسكندرية، أمام الجونة يوم 24 أغسطس في استاد خالد بشارة، وأمام أسوان يوم 27 أغسطس في استاد السلام. خلينا نروح بقى للألعاب الأخرى والمواجهات. الأهلي في دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد المقامة في المغرب. المواجهة الأولى أمام ريما النيجيري يوم 24 من هذا الشهر في 6 مساء. المواجهة الثانية أمام ريد ستار يوم 26 في تمام 6 مساء. والمواجهة الثالثة أمام فاب الكاميروني يوم 28 في تمام 6 مساء. وكمان هتقام مباريات دوري الثمانية يوم 30/31 من نفس الشهر، وهتقام مباراتي نصف النهائي يوم 1 من شهر سبتمبر، وهتقام المباراة النهائية يوم 2 سبتمبر. عايزين نقول كمان ان رجال يد الاهلي يحققون الفوز وديا اليوم على البنك الاهلي بنتيجه 30-20، وذلك استعدادا لخوض بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. كمان الفريق الاول تنس الطاوله بالنادي الاهلي رجال وسيدات يخوض 3 مواجهات مهمه ضمن منافسات البطوله العربيه للانديه اللي بتقام في الاردن وتستمر حتى 23 اغسطس الجاري. رجال تنس الطاولة يحققون الفوز الأول في البطولة العربية بالفوز على البيشمركة العراقي بنتيجة 3-0، والأهلي يتبقى له مباراتين أمام الأرثوذكسي الأردني والتضامن الكويتي سيقامان غدا. سيدات تنس الطاولة يحققوا الفوز الثاني ليهم كمان في ثاني مباريات البطولة العربية على فريق غازي الجنوب العراقي بنتيجة 3-1 ليتصدروا المجموعة. الأهلي كمان حقق الفوز في المباراة الأولى أمام الأرثوذكسي الأردني، ويتبقى الأهلي مباراة واحدة فقط في المجموعة أمام العربي الكويتي. أخيرا ثلاثي الأهلي إيهاب أمين عمرو الجندي عمر طارق في رواندا من معسكر المنتخب استعدادا لخوض بطولة الأفرو باسكت. دي كانت كل أخبارنا هنا من الفرع الرئيسي بالنادي الأهلي، شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. احنا كمان نشكرك جدا زميلتنا العزيزة يعني روزان نصر على هذه التغطية الأكثر من رائعة، شكرا لك.